التوبة عن الاشتغال بغير الحق. حق يعني شنو؟ الحق يعني ما لا سبيل للبطلان إليه. أكو عندنا شيء لا سبيل للبطلان إليه؟ أكو عندنا شيء لا سبيل للعدم إليه؟ كل ما في هذه الدنيا باطل الذات، هالك الذات، كله باطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عنه أنه قال: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد. لبيد شاعر كان في زمان الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكن من الله عليه بالهداية فأسلم وحسن إسلامه. يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، كل شيء ينتهي. ينتهي يعني باطل، يعني أنت عشت 60 سنة وصرفت عمرك مع هذه الأشياء الباطلة، بعدين عندما ينادى بالرحيل شنو أكو وياك؟ ماكو شيء. الرأس مال راح، حاصل ماكو. هذا معناه أن الإنسان اشتغل بغير الحق. الإسكندر الذي ملك وكانت له تلك الصولة والجولة والجبروت، في يوم من الأيام مع عسكرة كان يمر، هذه الحالة حالة التجبر وحالة الفخفخة، عسكر يمشون وراه يسدون الأرض. وصل إلى مقبرة، شاف رجل شايب، شيخ شايب قاعد، وأمامه كومة من العظام والجماجم وما أشبه ذلك، وهو ينظر إليها. توقف، قال له: ما الذي تعمل أيها الشيخ؟ قال: أنا مدة قاعد هنا أفكر أنه هذه الجماجم وهذه العظام، بعضها كانت عظام لأغنياء، بعضها عظام لفقراء، جماجم ملوك، جماجم رعية، أريد أميز بين هذه العظام، يا عظم يرتبط بالملك ويا عظم يرتبط بالرعية، يا جمجمة ترتبط بالملك، يا جمجمة ترتبط بالشريف، يا جمجمة ترتبط بالوضيع، فما أستطيع التمييز. حقيقة الإنسان إذا مات كل هذه الأشياء تنتهي، باطل. باطل يعني ما إلى بقاء، يعني ما إلى دوام، يعني عدم، يعني هيك واحد يروح صفر اليدن، كل شيء ما عنده. فقال له الإسكندر: لقد أردت أن تعظني، هذه موعظة بالنسبة إلي. حقيقة هؤلاء الذين يموتون في كل يوم ثم لا يعودون إلينا، هؤلاء موعظة بالنسبة إلينا. كل اشتغال بغير الله وبغير ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى توبة. توبة. الأولياء إذا لحظة كانوا يغفلون عن الله كانوا يتوبون، وإني لأستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم 70 مرة. ما كان عندهم ذنب، ما كان عندهم مخالفة لأمر مولوي ولا لأمر إرشادي، لكن عندما يشتغل بهذه الدنيا لأن مضطر، بعدين يشوف ضيع هذه اللحظة. هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: توبة العامة التوبة من الذنوب، وتوبة الخاصة التوبة عن الاشتغال بغير الله. يعني شوية واحد فكرة راح عن الله، هذا يحتاج إلى توبة، لأن ضيع في الواقع، تضيع.
إيش وقت واحد يفتهم هذا التضييع؟ عندما هذه العلاقات تنفصل، عند الموت الاضطراري. عندنا موت اختياري وعندنا موت اضطراري. الموت الاضطراري عندما تأتي تلك اللحظة ويجردون الإنسان من كل هذه الأشياء، هناك يشعر أنه كان في ضلال مبين. الموت الاختياري موت أولياء الله الذي أشار إليه علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وأخرجوا من الدنيا قلوبكم. القلب بعد لا يتعلق بالدنيا، قلب ميت. القلب الميت يعني شنو؟ يعني بعد هذه الدنيا مو مهمة عنده، قلب مو متعلق بالدنيا، يتعامل مع الدنيا، مو ما يتعامل مع الدنيا، يتعامل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مو أنه ما يتاجر، الله ما يقول للتاجر، لكن في التجارة قلبك لا يتعلق بالتجارة، في تلك اللحظات قلبك متوجه إلى الله.